يذكر في قصة علي رضي الله عنه وفي إسلامه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة رضي الله عنها فرآهما يصليان، فاستغرب ذلك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمر الإسلام وبأنه مرسل بهذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى، والذي يدعو فيه إلى التوحيد وترك عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. فتعجب علي من ذلك الأمر إذ لم يكن قد سمع به قبل ذلك، وأراد أن يخبر أباه أبا طالب، فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان. وفي اليوم الذي يليه جاء علي رضي الله عنه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقد وقع الإيمان في قلبه، فأسلم وكتم إسلامه، وهو يعد أول من آمن من الصبيان، كما أنه من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهاجر علي رضي الله عنه إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكة ليعيد إلى الناس أماناتهم التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي علي في مكة 3 أيام بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الأمانات إلى الناس، وخرج بعد ذلك متتبعا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فوافاه عند بني عمرو بن عوف، ونزل في البيت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل فيه، وهو بيت كلثوم ابن الهدم، وكان في طريقه إلى المدينة يستخفي في النهار ويسير في الليل، وقد تسبب له السير في تشقق قدميه، وكان قد وصل إلى المدينة في منتصف شهر ربيع الأول. وضرب علي رضي الله عنه أروع الأمثلة في الفداء والجهاد، فحين أذن الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة أوحى إليه أن قريشا يكيدون له ليقتلوه ويتفرق دمه بين القبائل، فنام ابن عمه علي في فراشه ليوهم قريشا أنه النبي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق إلى المدينة المنورة مهاجرين، وبقي علي رضي الله عنه في فراش النبي. ويشار إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر عليا أنهم لم يتمكنوا من إذائه، وكان المشركون ينظرون من شق الباب فيرون شخصا نائما فيظنون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الذي في الداخل سوى علي رضي الله عنه يفدي الرسول صلى الله عليه وسلم بروحه.